وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد جناحي، مدير الشراكة المجتمعية بإدارة دعم العملاء في صندوق العمل تمكين. مساء الخير سيد أحمد. سيد أحمد، يا هلا بيك. يا هلا فيك سيد أحمد. بداية يعني بدنا حقيقة نتعرف على أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة الموقرة للقطاع الاقتصادي من خلال صندوق العمل تمكين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أمسي عليك بالخير مرة ثانية يا أخوي، ومسي على الإخوان المشاهدين بخير أيضا. نشكركم على هذا اللقاء. طبعا تمكين أو صندوق العمل تمكين مثل ما تفضلت قبل شوي في التقرير، هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل اللي تم إطلاقه سنة ما بين سنة 2004 إلى 2006. تأسس التمكين بالذات سنة 2006 تطبيقا وتنفيذا لهذا المشروع. خدمنا أكثر من 165 ألف مؤسسة. عندنا ثلاث أوجه دعم رئيسية نقدمها للسوق. النوع الباقة الأولى من الخدمات هي خدمات المنح المالية اللي نقدمها للأفراد والمؤسسات. النوع الثاني من الخدمات هي التسهيلات التمويلية. والنوع الثالث هي الخدمات الاستشارية. بشكل عام هذه الخدمات الهدف منها هو ازدهار الاقتصاد الوطني بشقيه. الجانب الأول دعم القطاع الخاص على أساس يكون محرك أفضل للاقتصاد الوطني، ومساعدة البحريني أو دعم البحريني وتطويره والمساهمة في تطويره على أساس يكون الخيار الأول في التوظيف أو خيار أفضل في التوظيف على الأقل، لا سيما في القطاع الخاص. قدمنا الكثير من المبادرات مثل ما تفضلتوا بشكل صحيح قبل شوي في التقرير أيضا. أكثر من 200 مبادرة تم تقديمها من خلال هذه العشر سنوات الماضية. بشكل عام خدمنا حوالي 47% من السجلات التجارية الموجودة في البلد. نعم. على مستوى المؤسسات، وساهمنا في زيادة الأجور بحوالي 17% من خلال حلول التدريب ودعم الأجور اللي قدمتها تمكين. هذه يمكن نظرة شاملة أخوي. نعم. عن البرامج اللي تم تقديمها خلال هذه الأعوام. نعم سيد أحمد، إذن يعني ما هو حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة لتمكين؟ طبعا تمكين هي جزء مثل ما قلنا قبل شوي من هذه المبادرة الضخمة التي المقدمة للأفراد والمؤسسات في البلد. تمكين تصرف سنويا المبالغ الطائلة والكبيرة على أساس نقدر نساهم في زيادة عدد الموظفين لا سيما في القطاع الخاص. حققنا ما نسبته حوالي 7%. تم إضافة 11 مليون دينار يمكن لدعم رأس المال البشري فقط خلال السنة الماضية، وقدرنا نخدم أكثر من 40 ألف بحريني خلال هذه الفترة أيضا. نعم. يعني هناك الكثير من المؤشرات اللي ممكن نتكلم عنها على أساس نتكلم عن حجم الدعم بشكل عام. شيء يمكن يسوى ذكره أخوي أن تمكين جزء من منظومة متكاملة موجودة في البلد من مؤسسات مختلفة، وكل مؤسسة لها دور. في عندنا الإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عندنا الإخوان في هيئة تنظيم سوق العمل لهم دور آخر، عندنا مجلس التنمية الاقتصادية أيضا لهم دور آخر، وباقي المؤسسات الرسمية الموجودة أيضا. نعم سيد أحمد جناحي، مدير الشراكة المجتمعية بإدارة دعم العملاء في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.